السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. مرحبا بكم في القناة. وصفة اليوم بنينة بزاف، سهلة، اقتصادية، ما تديش من وقتكم بزاف، بمكونات بسيطة جدا، بدون لحوم ولا دجاج، فقط بالبطاطا والطماطم. ما تنساوش ديروا ابوني وجام وتشاركوا الفيديو مع احباباتكم. نبدأ في الوصفة. جبت البطاطا، نقصها بالشكل هذا، حاولوا تكون رقيقة كما هكا، ما تخشنوهاش. انا جبت المقلة حطيت فيها شويه برك زيت، ما تكثروش، وحطوا شويه زبده كما هكا، قويوا عليها كي يغلي الزيت مليح، نقصوا عليها وحطوا البطاطا في التقلة. بعد ما غلى الزيت كما قلت لكم حطيت البطاطا، نخليها تتقلى على راحتها. جبت البصلة نقصها بالشكل هذا كما هكا، هنا حطيت الزيت وبصلة واحدة وزوج فصوص ثوم، نحركهم مليح كما هكا، نقص عليهم خليهم يدبالوا حتى يتبدل اللون تاعهم. دبالت، حطيت لها طماطم مرحيه وطماطم مصبره، حركت مع بعضهم ونخليهم يطيبوا شويه مع بعضهم. ومن بعد حطيت التوابل، ملح، فلفل الكحل، حمار وراس الحانوت، ونخلطهم مليح مع بعضهم ونخليهم يطيبوا شويه. حطيت نص كاس ماء سخون ونخليها تطيب، خليها تطيب حتى تنشف شوية. ومن بعد حطيت البطاطا اللي قليتها، خلطهم مليح مع بعضهم. جبت زوج عظام خلطتهم مليح مع بعضهم وحطيت لهم شوية ملح، ومن بعد حطيتهم فوق البطاطا كما هك. هنا الوصفة راهي وجدت، وصفة سهلة سريعة اقتصادية وبنينة بزاف، ما تديش من وقتكم بزاف وفي نفس الوقت بنينة. وصلنا لنهاية الفيديو، نتمنى تكون هذه الوصفة عجبتكم واستفدتوا منها. لكن عجبتكم واستفدتوا منها ما تنساوش ديروا ابوني وجيم وتشاركوا الفيديو مع احباباتكم، ودمتم في رعاية الله، ابقوا على خير.